في رمضان المعقودة ترافق الشربة والحريرة. تثبيتي اليوم على بشكي غيشاف كيفاش تحضري أحلى معقودة ما تنحرش وتكون بذوقاً. ناخد قطعة لبشكي غيشاف، بعد ما تحضري عصيدة البطاطا أضيفي كريمة الجبن لبشكي غيشاف في المقلاة باستعمال ورق الطبخ باش ما تلصقش. هكذا حصلي على كروكات بنان بدون زيت. نتمنى انه هالتدبيرة تكون عجباتك، ولمزيد من التدبيرات زورينا على صفحة الفيسبوك لافاش كيري شيف، وما تنسايش مع لافاش كيري شيف انتي هي الشيف.